تاريخ الجزائر. لكن الشيء الغريب أن لما كبرت ومشيت إلى أوروبا ودخلت إلى الأرشيف الوطني الفرنسي اكتشفت شيء عجيب، أنه الاحتلال الفرنسي في ذلك الوقت كان يرسل، الجيش الفرنسي في الجزائر كان يرسل تقارير من الجزائر إلى باريس يتحدث عن خطر الشعب السعودي في دعم الثورة الجزائرية. هذه نقطة مهمة. والشعب الثاني بعد السعودية هو الشعب الكويتي. نحن قرأنا في التاريخ إلا على شعوب شمال إفريقيا، الشعب المصري، الشعب المغربي، الشعب التونسي فقط، ولم نقرأ يوما في كتاب من كتب التاريخ على الدور السعودي في دعم الثورة الجزائرية. أمر آخر، كانت السعودية عاملة يوم تضامني مع الجزائر، وكان الملك السعودي، الملك سعود رحمة الله عليه في ذلك الوقت، هو الوحيد الذي حمل العلم الجزائري وصور فيه، رغم أنه علم الجزائر لما كانت تبقى فرنسا في بيت كانت تحرق القرية كلها بسبب العلم. أمر آخر وهو مهم أيضا، أن الثورة الجزائرية كانت في نظر المجتمع الدولي عبارة عن عصابات إرهابية، في كانوا يقول لهم فلاقة، مجرمين، ينقطع طرق وكذا وكذا المصطلحات. لم يورد المصطلح الإرهاب في ذلك الوقت، لو كان موجود لهم قالوا إرهابية. من هي الدولة التي أدخلت القضية الجزائرية إلى الأمم المتحدة؟ أدخلتها السعودية وصارت قضية أصفية استعمار. وعندي معلومات قرأتها أنه إيران كانت لما عملوا يعني تصويت على القضية الجزائرية في الأمم المتحدة، كانت إيران ستصوت ضد القضية الجزائرية، في حين هددها الملك سعود في ذلك الوقت في قضايا النفط وكذا، فاضطر الشاه في ذلك الوقت أن يصوت لصالح الثورة الجزائرية. شعراء، لم نقرأ يوما قصيدة شعرية لسعودي يمجد الثورة الجزائرية. جيت هنا إلى السعودية وكان سفير السعودية في اليونسكو الدكتور زياد دريس عزمني على بيته، فالتقيت مع والده وهو شاعر كبير، شاعر سعودي كبير، فكان وجدته نال جائزة إذاعة صوت العرب التي كانت تبث من القاهرة في 55 أو 54 بداية الثورة، نالها عن قصيدة يمجد فيه الثورة الجزائرية، وأعطاني ديوان هدية فوجدت عدة قصائد تمجد الثورة الجزائرية. شوف هذا التشويه الذي يقوم به الكثير من، لأنه الذين سيطروا على كتابة التاريخ في الجزائر كلهم علمانيين يكرهون التوجهات الدينية في الدولة السعودية، فأبعدوها في المشهد حتى لا يقولوا أن هذه الدولة تدعم قضايانا الإسلامية. على فكرة رئيس لجنة صندوق أو دعم ما يسمى ذلك الوقت أعتقد صندوق دعم الثورة الجزائرية هو الأمير سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين. يعني شوف هذه ما نقرأها، هذه وجدناها بعدين. الجزائري يهم شيئين، صار الدولة التي دعمت ثورته ضد المستعمر الفرنسي، والدولة التي دعمته في حربه ضد الإرهاب. لاحظ، دعمته السعودية بالمال، حتى صارت التقارير الفرنسية تتحدث عن الشعب السعودي على أنه شعب من قطاع الطرق، يعني مع احترامنا طبعا للشعب السعودي الذي نعتز به ونفخر به، لأنه يدعم الثورة الجزائرية التي هي ثورة قطاع الطرق أيضا ضدهم. والأمر الآخر أنه حتى في التسعينات أنا كنت ضابط في المؤسسة العسكرية، وكانت تمر علي تقارير، لم يتم يوما ذكر السعودية أنها دولة دعمت الإرهاب، في حين يوميا تقارير تتحدث عن إيران أنها إيران، أنه معلومات وجود أشخاص رح يتنقلوا إلى إيران، رح يجيبوا الأموال كذا كذا، كل التقارير المؤسسة العسكرية في ذلك الوقت. أنا قلتها المسؤولين الجزائريين، إذا كنتم تكذبون علينا في التسعينات